بداية مشاهدينا الكرام من جديد. اهتمامات الدولة ليس فقط بمشروعات البنية الأساسية والإصلاح الاقتصادي في مجالات متعددة، لكن إيمانها بأهمية تنمية الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثقافية والاجتماعية هو هدف أساسي بتسعى لتحقيقه. النهاردة بتنطلق فعاليات المرحلة الثالثة من مشروع تنمية جنوب الوادي، وحولها أهداف هذا المشروع وأهميته للمواطنين بنتعرف عليهم سيادة اللواء مصطفى درويش المشرف العام على المشروعات بمحافظة المنيا. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين، صباح الخير على مصر بالكامل. طب لو اتكلمنا عن عروس النيل محافظة المنيا، والنهاردة بينطلق فعاليات وأنشطة المرحلة الثالثة لمشروع تنمية جنوب الوادي، أهمية هذا المشروع إيه وأهميته للمواطنين في محافظة المنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. محافظة المنيا من المحافظات الرائعة، في عدد سكان يصل إلى قرابة 6 مليون نسمة. اهتمام السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بالتنمية الثقافية لجنوب الوادي وخاصة محافظة المنيا كان بالتوازي مع اهتمام سيادته بالمشروعات العملاقة والمحاور الرئيسية والمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية والمناطق الصناعية الكبرى. سيادته اختار فريق من خيرة قيادات مصر العظماء وبرئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب والسيدة السفيرة فايزة أبو النجا والسيد اللواء أحمد جمال والسيد اللواء عصام بديوي والدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة والدكتور أحمد عواد اللي كان ماسك صندوق التنمية الثقافية وحاليا هيئة قصور الثقافة، دكتور فتحي، مجموعة من نخبة متميزة. بدأنا المشروع حضرتك في شهر 9، استهدفنا المرحلة الأولى منه كانت عدد 3 قرى. المشروع حضرتك قبل ما نتكلم في القرى اللي استهدفها المشروع نتكلم ايه فكرة المشروع. المشروع حضرتك بيستهدف 3 محاور رئيسية. أول مرحلة هو الدمج. الدمج معناها إن أنا بجيب من كل قرية مجموعة من الفتيات والسيدات وبعمل بينهم دمج، بختار الاختيار بتاعي بيكون على أساس اختلافات ديانة واختلافات ثقافية واختلافات مراحل تعليمية، فتاة وأخرى متزوجة، بختار واحدة حاصلة على مؤهلات عليا، واحدة دبلوم متوسط، واحدة لم تحظى في حظها في التعليم، بختار واحدة مسيحية، واحدة مسلمة، بختار واحدة. الغرض منه التنوع. التنوع والدمج عشان نعود الناس على سياسة الدمج عشان ما يعيش بمفرده. تاني هدف بستهدفه اللجنة هي عملية تمكين الاقتصاد للمرأة. نحن بنعلمها حرف، الحرف دي حرف تراثية وحرف يدوية تقدر تمكنها من ان هي تنتج وتحولها. نحول حضرتك فكرة سيادة رئيس الجمهورية وتحويل الكثافة السكانية الى ثروة سكانية. هو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر وازاي ممكن واحد يقدر ان هو يبدأ مشروعه من بيته ونعلمه حرفة بسيطة وفيها تقنية عالية ومطلوبة حضرتك في التسويقيا، يعني يمكن تسويقها بسهولة ومنتج مطلوب، وحرف تراثية زي الخيامية تنتج شنط. المرحلة الهدف الثالث من مراحل التنمية ان احنا نعمل تنوير ثقافي للقرية بالكامل. التنوير الثقافي ده عن طريق حضرتك السيرك القومي والمسرح والأراجوز والتنورة، بنوصل للقرى ونوصل للأطفال ونعلمهم حضرتك ازاي يخرجوا عن جو المنغلق اللي هم عاشوا سنين طويلة وفي صعوبة ان هم يوصلوا للحاجات دي، بنجيبها لهم لغاية القرية عندهم، بنفرجهم على السيرك القومي وعلى خيال الظل والأراجوز والتنورة والمديح في النبي عليه الصلاة والسلام. كمان حضرتك بنعمل مسابقات رسم للأطفال، بنستهدف في كل قرية من 150 ل 200 طفل، وزارة الثقافة بتجيب لنا الورق والألوان وبنعمل مسابقات. وحضرتك لو تعرفي ان بنطلع منهم مواهب غير يعني لا ما تصدقهاش، وفي اكتر من واحد فاز بجوائز على مستوى الجمهوريه وهو كانش يعرف انه يخش مسابقه، هو بيرسم بطبيعته بياخد الورق ده وبيترجع في وزاره الثقافه. طب سياده اللواء، مين الفئه اللي انتم بتستهدفوها في هذه القرى؟ يعني حضرتك اتكلمت عن المراه وعن الاطفال، هل الشباب بيبقى ليه نصيب في هذا المشروع؟ بكل تاكيد الشباب ده عنصر عماد الامه، واحنا بنستهدفه عن طريق وزاره الشباب والرياضه وبتعمل بالتوازي مع الفتره احنا موجودين فيها في القريه، بتعمل مهرجانات شبابيه ومسابقات رياضيه
وحضرتك القريه بالكامل بتعيش في جو فرح كامل باطفالها بفتياتها بسيداتها باسرها بشبابها. حضرتك احنا بننزل القريه الشباب عندهم طاقات كبيرة وإبداعات، فلازم أن احنا نحتوي هذه الطاقات حتى لا يقعوا للفكر المتطرف أو الأفكار الهدامة. بكل تأكيد حضرتك لازم الدولة حاليا بتسعى حثيثا أن هي تحتوي الشباب والسيدات والأطفال الصغيرين عشان ما نسيبش ذهنهم في فراغ لأي قوة شر تتمكن منهم. فالدولة هي بتبقى لها المبادرة أن هي تملأ الذهن وتنور الفكر بان هو يحب بلده ويحب مجتمعه ويحصل دمج وما يبقاش فيه اي خلافات بينهم وبين بعض. لان انا لو يعني بس حضرتك سمحتي لي فكره تمديد جنوب الوادي، احنا عندنا في المنيا 361 قريه رئيسيه، احنا استهدفنا يعني 10% منهم بس اللي هو 36 قريه على مراحل في خلال العام 2018، وبدانا من شهر 9 2017. المرحله الاولى استهدفت 3 قرى كانت دلجه والكرم ودير ابو حنس، والحمد لله تمت بنجاح يعني نجاح منقطع النظير. وهتكلم على كل مرحله. المرحله الثانيه استهدفنا فيها اتس البلد واتس المحطه وابوان وكوم اللوفي، دول 4 قرى. وان شاء الله باذن الله النهارده اول يوم في فعاليات المرحله الثالثه، وبنستهدف فيها شارونه وجزيره شارونه والناصريه وطهنه الجبل. طب لو خدنا كل مرحلة على حدة، يعني حضرتك كلمنا عن المرحلة الأولى والثانية وابتدت إمتى، وإيه الاختلاف بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، وهل الثالثة هي استكمال المرحلتين السابقتين؟ بالضبط يا فندم، هو الـ 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 المراحل بتعني إن أنا أستهدف قرى بعينها. القرى دي حضرتك تم اختيارها كلها فيها احتقانات وفيها موضوع معين إحنا بنعالجه. يعني اختيار الـ 36 قرية من ال 361 قريه الرئيسيه اللي تضمهم محافظه المنيا تم اختيارهم بعنايه. احنا بنستهدف القريه دي فيها حاجه معينه احنا بنستهدفها، سواء احتقان او طائفي او في خلافات ما بين القرى وبعضها او قبليه. الاحتقان ده عاش فتره طويله وكان بعيد عنه ايد الدوله، بيتورث كمان للاجيال، بيتورث للاجيال. فالاختيار تم على اساس ان انا استهدف القرى دي بعينها واعمل فيها دمج ما بين الناس. احنا بنستضيف الفتيات عندنا في المنيا 4 ايام. الاربع ايام دول حضرتك بنبدا في بيبقى عندنا في مقرنا في مجلس القومي للمراه، وبنحجز لهم اقامات لائقه طبعا، ونبعت لهم باصات تجيبهم بعد اذن اهلهم طبعا، وبنبدا معاهم في تنميه بشريه الصبحيه، محاضرات تنميه بشريه وتنوير فكري وسياسه عشان اقوي النسيج المجتمعي. لازم اخلي ادوب الحساسيه اللي بين الناس. حضرتك في ناس وصلت مرحله ان بعد الاربع ايام اللي هو حصل فيهم تنوير ثقافي قالوا احنا كنا غايبين عن الوعي، كنا ما بنكلمش طرف معين كانش بيكلموه، ده ناس زينا. العلم والثقافة بتحيا الأمم، وزي ما حضرتك كلمت إن محاور هذا المشروع الفكر الأول هو فكر الدمج، والفكر الثاني اللي هو التعلم والتعليم، والفكر الثالث اللي هو التنوير. التمكين الاقتصادي للمرأة. بعد ما من 8 لغاية الساعة 12 بنديهم محاضرات، وبيبقوا مبهورين، بنجيب لهم أساتذة أكاديميين على مستوى عالي من الثقافة والعلم وقدرة توصيل المعلومة، فبينوروا لهم فكرهم. بعد كده بنبدا نديهم بريك من 12 لواحده، ومن الساعه 1 بيبداوا التعليم على الحرف على ايد مدربين مهره بيعلموا البنات والسيدات والفتيات ازاي ينتجوا الخياميه، وازاي يعملوا النحاس، وازاي يعملوا الخرز، وازاي يعملوا النول السجاد، وازاي يعملوا الكريشه. وبندي كل واحده من السيدات هوايتها ايه؟ يعني هي بترغب او بتجيد تشتغل فيها عشان تكمل في المهنه دي وتنتج وتبقى اسره منتجه. يعني ده مفتوح للعامة هناك في القرى، يعني ممكن أي حد إن هو يتقدم بالزبط. من المرأة أو الشباب أو الأطفال بالزبط. وفي أي وقت في السنة وبنقول لهم أنتوا النواة اللي هنبدأ بيها المشروع عشان نطلع القرية دي منتجة، ونطلب من كل سيدة إنها تعلم أختها وبنت أختها ومامتها وبنتها عشان القرية كلها تبقى منتجة. بعد كده بنعمل غدا، وبنبدأ بعد كده حفلات ثقافية راقية، يعني بنوريهم مسرحيات هادفة، الأغاني الهادفة، المدح، السيرك القومي. دول 4 أيام اللي بقى موجودة في محافظة المنيا. إحنا بنستضيفهم 4 أيام، وإحنا كأهل الصعيد بنتميز بالكرم، بنرجع إن هم يستضيفونا 4 أيام في بلادهم، وده شيء رائع. حضرتك لو تشوفي حضرتك في قرية من القرى يعني بعد 4 أيام كانوا مفصولين عن بعض،
ممكن يكلموا بعض. احنا عايزين نتكلم فعلا عن تاثير هذا المشروع مرحلته الاولى والثانيه على المواطنين هناك، واكيد انتوا عملتوا زي فيدباك او التغذيه العكسيه علشان تعرفوا قد ايه المشروع ده جاب اهدافه وحقق المرجو منه. دي حقيقه يا فندم. احنا بعد اول مرحله بناخد 4 ايام عندنا في المنيا، وبعد كده هم بيستضيفونا في القرى بتاعتهم، بنعمل سرادقات او يعني زي مكان مسرح متنقل عشان نقدم لهم فيه. بنعمل حضرتك الحرف اليدويه بتبدا من في البلد عندهم، بنبدا من الصبح وبيحضروا اهالي السيدات والفتيات بيشوفوا قد ايه بناتهم قدروا يبقوا منتجين، وبعد كده بيجيبوا اطفال القريه كلها بتتعلم الرسم او بنديهم رسم، وبالليل بتعمل مسرحيه. احنا فوجئنا في اول يوم لينا في القريه ان ال 23 بنت اللي هم والفتاه والسيده اللي كانوا مشرفينا في المنيا وكانوا على خصومه تامه ما بيكلموش بعض، حصل بينهم دمج، ظهروا في القريه ماشيين بلبس واحد، هم اللي اتفقوا عليه، مش ما كانش في اي دور من التنفيذيين في التوجيه ليهم او الاشاره، لابسين بنطلون او جيب اسود وبلوزه بيضاء، والبنات طرحه احمر حمراء والمسيحيات شاربه احمر في اشاره لعلم مصر، ومشوا في البلد ماسكين ايدهم في ايد بعض في منظر رائع اذهل القريه كلها. فانا بقول لحضرتك شوفي قد ايه 4 ايام بس في المنيا اثرت في القريه كلها وخلت الحساسيه راحت والانقسام. دي في زي ما حضرتك قلت هم دول النواه للمجتمع، ان المراه هي دي يعني ربه الاسره، هي اللي هتعلم اولادها وهي اللي ممكن تنشر المبادئ والافكار اللي هي اتعلمتها جديد للاجيال الجديده. اذا اعددت المراه اعداد جيد فانت اعددت شعب طيب الاعراق. دي حقيقه يا فندم لازم نخلي بالنا منها، بالاضافه طبعا لان احنا مستهدفين الاولاد الصغيرين من الاعمار من سن 8 سنين لسن 16 سنه، مستهدفين الشباب. في قريتين عندنا كانوا متنحرتين بسبب خلافات قبليه، اصروا بعد ال4 ايام نتعلموا دول يتعلموا عند دول ويتعلموا عند دول. انا اسفه ان انا اقطع حضرتك، بس احنا معنا على الهاتف دكتور فتحي عبد الوهاب مدير صندوق التنميه الثقافيه. صباح الخير دكتور فتحي. صباح النور يا فندم المشاهدين. يعني احنا بنحيي حضرتك على هذا المشروع، والنهارده كمان يعني معرض القاهره الدولي للكتاب بيفتح ابوابه للمواطنين. حضرتك ممكن تكلمنا عن المرحله الثالثه لمشروع تنميه جنوب الوادي واهميه هذا المشروع، وهل ممكن ان احنا نعمم هذه الفكره على باقي المحافظات في الجمهوريه؟ اولا بحاول اقول صباح الخير على المشاهدين و اللي هو مصطفى طبعا بحييه، والمجهود اللي قايمين بيه في محافظه المنيا، ست المحافظ طبعا مجهود فوق يعني الخارق، يعني مجند كل المحافظه مشروع جنوب الوادي. اولا جنوب الوادي مشروع جنوب تنميه جنوب الوادي مشروع مستهدف 36 قريه في المنيا، احنا ابتدينا يعني بالمرحله دي هنتم 15 قريه. الغرض منه ان طبعا هنطلع بعد كده من المنيا لبقيه محافظات مصر، يعني ده تاكيدا للسؤال بتاع حضرتك. طب يعني اشمعنى اختيار المنيا هي اللي تكون البدايه؟ يعني عروس المنيا عروس النيل طبعا يعني، وطبعا كل المحافظات هنبتدي بيها على طول بالتوالي، وهيبقى معانا تواصل على طول يعني، بس كان يمكن مستهدف فعلا المنيا، وهنبتدي نكمل ان شاء الله في محافظات تبعا. نعم. طب ممكن حضرتك برضو نتكلم عن افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، وخصوصا ان يعني دولة الجزائر هي الضيف الشرف على هذه الدورة. طبعا امبارح تم الافتتاح الرسمي والنهارده للجمهور، وطبعا يعني كان امبارح حدث جميل جدا، كل قيادات وزارة الثقافة بالكامل كانت مشاركة مع، وكان سيادة الوزيرة دكتورة إيناس عبدايم، وكان معانا السيد السفير وحرمه بيتفقدوا كل أجنحة المعرض، وطبعا أبدوا إعجابهم بالشكل اللي موجود والمطبوعات اللي كانت. السيدة الوزيرة كمان أشادت بمجهودات كبيرة حضرتك قمت بيها في يعني حتى يعني تظهر هذه الدورة بالشكل اللائق اللي احنا شايفينه على الشاشات امبارح. طبعا احنا جزء من المنظومة، ويمكن طبعا كل الشكر دكتور هيثم الحاج هو اللي قايم كل المجهود الاكبر يعني، لان الفعاليه تبع القطاع بتاعه، لكن احنا كلنا كنا مستندين وكل الدعم ليه يعني. طبعا اي قطاع من وزاره الثقافه بيقوم باي فعاليه احنا بقيه القطاعات الاخرى داعمين له بكل قوه.
نعم، شكرا دكتور فتحي عبد الوهاب مدير صندوق التنمية الثقافية. نرجع مشاهدينا مع سيادة اللواء مصطفى درويش المشرف العام على المشروعات بمحافظة المنيا. يعني احنا كنا بنتكلم برضو مش معنى اختيار المنيا لهذا المشروع. حضرتك احنا انا متعصب للمنيا جدا. المنيا عروس سعيد، المنيا محافظة رائعة، اهالي المنيا ناس رائعين، المنيا فيها كوادر ومواهب كثيرة جدا، عندنا مخترعين، عندنا ناس خدوا جوائز الدولة التقديرية. المنيا بلد كبيرة همشت وتركت لفترة طويلة جدا. أنا الأوان دلوقتي حاليا بتنشأ فيها مشروعات قومية كبرى، أنا عايز أسلط الضوء عليها. سيد رئيس الجمهورية عمل فيها محاور رئيسية، وإحنا كمان عايزين نتعرف عليها. حضرتك قلت أسامي قرى يعني ممكن جديدة على ما سمعنا، يعني ما سمعناش عنها. احنا حابين إن احنا نتعرف على يعني محافظة المنيا. محافظة المنيا محافظة أطول عرض محافظة على مستوى الجمهورية. عرضها 383 كيلو وطولها 143 كيلو، فيها 6 مليون مواطن. المنيا معمول فيها محاور رئيسية توصلها البحر الأحمر، ومحور بين مزار البويتي في اتجاه الغرب. المنيا حاجة فيها مشروعات قومية، فيها 1.5 مليون فدان، فيها 330 ألف فدان، فيها أكبر كمية أراضي مستصلحة. وإحنا في استرداد الأراضي كنا لنا الريادة، وكنا أكبر محافظة حققت استرداد أراضي. عندنا حاجات مشروعات قومية ومدينة صناعية ضخمة جدا. عندنا مدينة حرة هتتفتح قريب قوي، وزارة السيدة وزيرة الاستثمار، 306 فدان. عندنا مشروعات قومية هايلة، كان لازم يعني فعلا خطوة رائدة من السيد رئيس الجمهورية أن يعمل بالتوازي مع المشروعات التنموية مشروع تنمية ثقافية، لأن كل المشروعات دي حضرتك مش هتحقق الهدف منها لو لم نقم بتنمية ثقافات القرى وتفكيرهم، ويعمل عملية دمج والتمكين الاقتصادي للمرأة، وإن الناس والأهالينا في المنيا يبقوا مهيئين لاستقبال التنمية الاقتصادية والمجتمعية اللي إن شاء الله بإذن الله تستمتع بها المنيا في المرحلة اللي جاية. إحنا لسه سيد الوزير عصام بديوي موقع عقد مع مستثمر كبير إماراتي هيستصلح 200 ألف فدان ويزرعهم بنجر ويعمل مصنع سكر بنجر ويشغل 200 ألف فرصة عمل. يعني أنا عايز أقول لحضرتك المنيا يعني وعدة في خلال سنة 2019 بكم من المشروعات والطرق، والطريق الغربي اللي كان متهالك ليه سنين طويلة تم ترسيته على 10 شركات عشان سرعة الإنجاز في الفترة اللي حددها السيد رئيس الجمهورية. المحاور والمدن الصناعية الكبرى المفتوحة في المنيا تؤهل المنيا إنها تبقى ليها الريادة إن شاء الله في الفترة اللي جاية دي. وتنمية جنوب الوادي حضرتك إحنا لسه في المرحلة الثالثة استهدفنا 11 قرية، لسه بقينا 25 قرية يعني هيستهدفوا خلال العام. حضرتك 36 قرية أو طبعا 10% لأن إحنا 361 قرية. لكن أنا عايز أقول حضرتك تأثيرهم طبعا الموضوع كبير، بس حضرتك القرية لازم تاخد حقها. وأنا عايز أطمن حضرتك إن إحنا ما بنسيبش الناس بعد ما بنعلمهم، بنتواصل معاهم ونبعت لهم مدربين للسيدات والفتيات اللي بنلاقي منتجهم لسه عايز تدقيق. هي دي بقى النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها مع حضرتك. حضرتك يعني كلمتنا عن ورش العمل والتدريب للحرف والحرف التراثية كمان، ومن ضمن هذه الورش كيف تبدأ مشروع صغير. هل بيبقى فيه برضو ورش للترويج أو التسويق لهذه المنتجات، وبعد ما هم بيخلصوا فترة التدريب هل بيبقى فيه متابعة أو تواصل معاهم أن أنتوا مثلا ممكن أن أنتوا تروجوا لهذه المنتجات مش بس داخل المحافظة ممكن كمان عالميا؟ ده كلام رائع من حضرتك. المحافظة عاملة لكل الخطوات الاستباقيه في هذا الموضوع، واحنا بنتابع السيدات والفتيات اللي تم تدريبهم وبنمدهم بالخامات من المحافظه عشان ينتجوا. بعد ما بينتجوا عندنا صندوق التنميه الثقافيه اللي حضرتك حاليا بيرأسه دكتور فتحي عبد الوهاب، بيبعت المدربين ليعمل عمليه تدقيق للصناعه عشان نقدر نسوقها. كمان السيد المحافظ اشار ان احنا هنعمل في المنيا مقر ثابت لتسويق منتجات تنميه جنوب الوادي. عندنا في المنيا اماكن متاحه على النيل في سواء في البازارات او في شارع مصر اللي احنا بنعتزم المنيا افتتاحه في خلال 3 شهور القادمه. شارع مصر هنعمل فيه مكان محدد
لتسويق منتجات لجنة تنمية جنوب الوادي. وعندنا برضو في المنطقة القبلية في منطقة بازارات هنخلي فيها محل رئيسي نسوق فيه المنتجات دي، بالإضافة للمجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مرسي عاملة توجيه بأن هي تشتري المنتجات دي عشان بتخش بيها في المعارض والمحافل الدولية. فالقرية بتلاقي نفسها على تواصل، يعني هي بتنتج، احنا بنديها الخامات وبتنتج وبنشتري منها المنتج، فبالتالي هي تستمر هنشجعها. ده بالإضافة لأن احنا عاطينهم حرية حركة، لو هي عايز تستقل السيدة بعد ما تتمكن من الإنتاج ان احنا تاخد قرض عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية في المنيا، بأن يسر لها كل الإجراءات عن طريق مشروعك وتبدا هي في خلاص بيبقى عندها الخبره، وتكونوا انتوا يعني قمتوا لها بدراسه الجدوى لهذا المشروع بالظبط، وتقدر انها تبتدي بالظبط يا فندم. وبنمدها كمان بالسيوله النقديه اللي عايزاها بفائده بسيطه جدا عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنميه او من مشروعك، والمنيا طلعت الاولى بالنسبه على مستوى الجمهوريه في مشروعك، وبيديهم القرض ميسر وهي بتنتج عشان ما تقولش ان احنا بناخد منها او فرضين عليها طريقه تسويقيه او سعر معين في التسويق. لو تقدر تبيع لنفسها تبيع، ما كانش احنا نشتري منها المنتج لغايه لما اتفضلي. من ضمن القوافل التنوير والثقافه في قوافل كمان صحيه نابعه من الاهتمام بصحه المراه وصحه الطفل في محافظه المنيا، ممكن حضرتك تكلمنا برضو اكتر بالظبط. هو بيتواكب وجودنا، هو القوافل على المستوى العام معموله بنظام متتابع ان القوافل تتابع، لكن طبعا احنا بن 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 بنركز في الفتره اللي موجودين فيها في القريه ان احنا نبقى موجوده معانا وزاره الصحه ممثله في القوافل الطبيه وتصرف العلاج مجانا وتوقيع الكشف الطبي على مختلف النواحي الطبيه. بيبقى في قوافل من التضامن الاجتماعي بتوزع كراسي للمعاقين وتدفع مصروفات المدرسيه لغير القادرين. بيبقى معانا قوافل من التموين بتوزع سلع مدعمه من السلع الغذائيه الاساسيه المدعمه. بيبقى معانا حضرتك الشباب الرياضي بيعمل مهرجانات شبابيه على مستوى كل القريه ومشاركه الشباب فيها. بيبقى معانا التربيه والتعليم وبتعمل الرسومات الفنيه بالاشتراك مع وزاره الثقافه. يعني حضرتك احنا بنعمل احتفال بتشارك فيه كل الجهات من الشباب والرياضه للتعليم للثقافه الصحيه، مهمه جدا. قوافل بيطريه بنعمل قوافل بيطريه بنعالج الحيوانات، وقوافل زراعيه بنديهم كيفيه التسميد وان يحصل على المستوى الامثل في الحصاد الزراعيه في المحصولات الزراعيه. القوافل الطبيه من اهم ما تهتم به وزاره الصحه والمحافظه في ان تشاركنا في ايام وجودنا في القريه. وده مش معناه ان احنا القوافل دي مش موجوده قبل او بعد، لا، القوافل الطبيه مستمره، بس في الفتره دي بتبقى اكثر تركيزا وبتصرف العلاج مجانا، لان بمناسبه محافظه المنيا من المحافظات الرائده في فيروس سي، وان شاء الله هنعلن قريب قوي ان احنا خاليين تماما من فيروس سي في المنيا. طب سياده اللواء، حضرتك كمان قلت ان محافظه المنيا يعني اولادها خدوا شهادات كبيره ومنهم العلماء ومنهم المثقفين ومنهم الكتاب، هل بيتم توجيه الدعوه ليهم والاستعانه بيهم حتى يعني تقدروا ان انتم تحققوا في خلق جيل جديد خالي من التطرف والافكار الطائفيه او الهدامه من خلال هذا المشروع؟ بالظبط، بيحضروا معانا المتفوقين والمتميزين، والمحافظه عندنا بتتبنى الافكار. والسيد المحافظ عصام بديوي في موضوعين مهمين جدا ظهروا اثناء وجودنا في المنيا. في بنت اسمها جيسيكا بيسموها هي متميزه جدا في الفيزياء وبتخترع اختراعات في مجال الكهرباء، قدر يتبناها ويوصلها لمصانع كبيره بحيث تتبنى انتاجها. عندنا شاب اخترع برضو طريقه معالجه للمياه الصرف الصحي، وحاليا برضو بتتبناها محافظه المنيا بحيث ان هي تخليها منظومه تخدم مصر كلها باذن الله. يعني نماذج فعلا مشرفه، احنا بنتمنى التوفيق لمحافظه المنيا. بنشكر اللواء مصطفى درويش مشرف العام على المشروعات بمحافظه المنيا، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر لحضرتك وللساده المشاهدين، نشكرهم على حسن استماعهم، شكرا لقناه النيل للاخبار. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، بنتابع اهم الاخبار الاقتصاديه ومجد الاودي، لكن بعد الفاصل.